السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اشرح لكم ايقاف التنبيهات اللي توصلك على البريد الالكتروني من تويتر. طبعا هذا الشرح انا مسويه قبل سنوات يعني، لكن شرحي كان خاص في اجهزة الكمبيوتر، كيف تعطل هذا الشيء من جهاز الكمبيوتر. اما الان تويتر اتاح هذا الشيء عن طريق الايفون. طبعا شرحي يكون للايفون، الاجهزة الثانية الله اعلم انها ممكن فيها او ما فيها، الله اعلم. طبعا التنبيهات زي اعادة تغريد، رتويت، اضافة الى اخره، هذا الشيء فعلا مزعج شوي. طريقتها بسيطة جدا. قبل لا ابدا بالشرح اتمنى منكم الضغط على الاشتراك ودعمي بالقناه. طبعا من البدايه هذا حسابي في تويتر وتشرف بمتابعه الجميع. بعد ما ندخل على هذه القائمه ندخل على الاعدادات والخصوصيه. بعد كذا ندخل على التنبيهات. بعد كذا بالاسفل مكتوب عندك تنبيهات البريد الالكتروني. لما ندخل عليها من هنا تحصل جميع التنبيهات، زي ما تشوفون تنبيهات البريد الالكتروني، تنبيهات جديده، الرسائل الخاصه، التغريدات التي تم ارسالها اليك عبر البريد الالكتروني، افضل التغريدات والقصص الى اخره من التنبيهات. انت براحتك تبي تقفل اللي تبيه وتخلي اللي تبيه. اذا قفلت خلاص ما عاد يوصلك تنبيه بالشيء هذا. اتمنى الشرح واضح وبسيط وسهل. اي سؤال واستفسار انا دائما وابدا بالخدمة. اشكركم على المتابعة وفمان الله.